السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة ممتازة جدا. بس قبل ما نتكلم عن المنحة دي حابب أوضح لدي قناتنا وقناة منح بكل ألوان، طلع لي فرص ومنح عديدة جدا. بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هطلع لي جميع مقالات المنح اللي إحنا بنردها على القناة وجميع خدماتنا اللي إحنا بنوفرها. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طب خلينا نبدأ لبركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لمنحة النهاردة هي منحة دراسية ممتازة جدا مقدمة من جامعة كندا الغربية. جامعة كندا الغربية مصنفة من أحسن وأفضل الجامعات في العالم، وبتتيح العديد من التخصصات أيضا زي تخصصات الاتصالات، التجارة، إدارة الأعمال والعديد من التخصصات الأخرى. هنا عندنا وصف مختصر للمنحة. الدولة اللي فيها الدراسة هي كندا، الجهة المانحة جامعة كندا الغربية. الفئات المسموح لها التقديم كل دول العالم، سواء أنت من دولة عربية، أفريقية، آسيوية، بتقدر تقدم على المنحة دي. مستوى الدراسة هي متاحة لدرجة البكالوريوس، لو أنت مثلا خلصت ثانوية عامة أو في آخر سنة ثانوية عامة بتقدر تقدم على البكالوريوس، لو أنت خلصت بكالوريوس أو في آخر سنة من البكالوريوس تقدر تقدم على الماجستير. بالنسبة للتمويل فهي بتوفر تمويل كبير جدا، لأنها بتوفر تقريبا بما يعادل 20,000 دولار لدراسة البكالوريوس و10,000 دولار لدراسة الماجستير. بتكون مقسمة على مستويات، زي مثلا في حاجة اسمها المستوى الأول، ده بيكون مقداره 10,000 دولار لبكالوريوس الآداب ومثلا 20,000 دولار لبكالوريوس التجارة، تمام؟ بالنسبه للمستوى الثاني بيكون فيها مثلا زي 4,000 دولار بكالوريوس في الاداب و5,000 دولار ماجستير اداره الاعمال. معايير الاهليه للتقديم، يجب انك تكون طبعا مواطن غير كندي من اي دوله، تمام، وتكون عندك يعني حافز للدراسه في كندا. كيفيه التقديم، الابلكيشن بيكون اونلاين، بتحط فيه كافه التفاصيل وكافه البيانات وبترسل الابلكيشن بتاعك للمنحه وبيتم مراجعته. هنا عندنا بعض الملاحظات من سوشيال مؤسستنا منح من كل الألوان، توفر خدمات إضافية، خدمة تقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنح أنت عايزها، فرص مضمونة تربون المساعدة للسفر إلى هولندا، منح دراسية مضمونة تربون في الصين، خدمة تنجيز الأوراق، عقود عمل في كندا وأوروبا، والعديد من الخدمات. لو عايز أي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط خدماتنا الإضافية من هنا، تضغط على رابط خدماتنا الإضافية، بيفتح طبعا معاك، تشوف الخدمات اللي عندنا. مثلا عايز تقدم على المنحة دي من خلالنا، بتضغط على كلمة تقديم للمنح، تقديم الآن، وبتفتح الاستمارة الخاصة بيها وبتملى الاستمارة، وخدمة عملاء بتواصل معاك وترتب ليك كل شيء. خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف الكيفيه بقى التقديم للمنحه دي. تضغط على كلمه قدم الان عشان يفتح معاك الابلكيشن. الابلكيشن يفتح معاك بهذا الشكل، ده الاعلان الرسمي، هتلاقي فيه كل التفاصيل من هنا. طبعا تقرا بقى انت، طبعا هيفتح معانا ده الاعلان الرسمي، طبعا انت بقى تقرا الاعلان الرسمي كله بشكل كامل، تمام، وتشوف بقى ايه التفاصيل الموجوده في الاعلان الرسمي. وبعد كده نروح لجزء قدم الان، تضغط على كلمه قدم الان عشان يفتح معاك ايه الابلكيشن الخاص بالتقديم. طبعا اول حاجه هنا بيطلب منك الايميل والباسورد، حط طبعا الايميل بتاعك، تحط الايميل والباسورد. طب انا ما عنديش لا ايميل ولا باسورد، بروح اعمل نيو يوزر وبضغط على نيو يوزر دي وببدا اكتب الابلكيشن بتاعي، بحط الاسم الاول، اسم العائله، الايميل بتاعي، رقم تليفوني، الدوله اللي انا مقيم فيها، وبعدين اضغط على ساين، وبعدين برجع تاني، تمام، وبضغط على بلاي ناو، تمام، وبحط الايميل بتاعي وبحط الباسورد وبعدين بعمل لوجن للابلكيشن. طيب بعد كده بقى بنروح على جزء الابلكيشن. الابلكيشن هيفتح معاك بهذا الشكل، طبعا هتلاقي الابلكيشن يفتح معاك بالشكل ده. اول حاجه في الابلكيشن حاجه اسمها الاجريمنت، الاجريمنت اللي هي الموافقه على كل الشروط والاحكام الخاصه بالمنح، تمام، فبتقرا التفاصيل دي كلها وبعدين بتضغط اي هاف ريد، بعدين بتضغط نيكست، بتخش على الخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها البروجرام انفورميشن، اللي هي معلومات البرنامج اللي انت هتقدم عليها. مثلا انا اخترت بكالوريوس في التجاره، اخترت ان هدرس في الجامعه نفسها مش اونلاين، اخترت ان هدرس في سبتمبر 2024. بعدين في الابليكنت انفورميشن، في المعلومات الشخصيه بتاعتك، تحط اسمك، اسم العائله، الايميل بتاعك، تاريخ ميلادك، الجندر بتاعك، جنسيتك، تحط صوره من الباسبور، هل انت مقيم في كندا في الوقت الحالي ولا لا، هل عندك اي اعاقه مثلا، تحط كمان الدوله اللي انت مقيم فيها، المدينه اللي انت مقيم فيها، الشارع، كل ده بتحطه، رقم تليفونك. بعد كده في حاجه اسمها الامرجنسي كونتاكت، في حاله لا قدر الله تعذر التواصل بيك على معلوماتك الاساسيه، بتواصله مع شخص انت حطيت بياناته زي والدك، والدتك، صديق ليك، بتحط طبعا اسمه، اسم العائله، ورقم تليفونه، والريليشن شيب بتاعته ليك ايه، والكلام ده كله، تمام. بعد كده حاجه اسمها الاديوكيشن هيستوري، في الاديوكيشن هيستوري بتحط بيانات الدوله اللي انت درست فيها، درست فين، درست بكالوريوس ولا ماجستير ولا ايه بالظبط، بدات من امتى، تخلص امتى، تمام، كل ده بتحطه. وبعدين بتضيف الترانسكريبت اللي هو كشف الدرجات بالمواد اللي انت درستها. طبعا ممكن تقدر تضيف اكتر من جامعه، وهل مثلا انت اترفدت من جامعه قبل كده، سحبت ملفك، هكذا، بتجاوب برضو على الاسئله دي. بعدين ستاندرايز تيست، اللي هي
امتحانات اللغه بتاعتك، اثبات اللغه الانجليزيه. طب انت عشان تثبت كفاءتك في اللغه الانجليزيه ايه الدليل؟ فمثلا ممكن تقول انا معايا امتحان ايلت صيفي او اي امتحان لغه انجليزيه او شهاده لغه انجليزيه، او مثلا انت درست في المدارس مثلا اللي انت درست فيها درست باللغه الانجليزيه، او درست المدرسه الاعداديه والمدرسه الثانويه باللغه الانجليزيه. بعدين الاديشنال انفورميشن او الاديشنال دوكيومنتس، تحط طبعا السي في بتاعك، السيره الذاتيه بتاعتك، الكيد الدراسي او شهاده التخرج، وطبعا لو عندك شهاده تانية بتحطها. بعدين بقى في الاوردز، في الجزء ده مهم جدا لان الجزء ده هو اللي بنختار فيه المنحه. فبيقول لك اختار المنحه اللي انت حابب تقدم عليها. فانا ما عنديش غير اوبشن واحد اللي هو انترناشونال ستودنتس ليدرز، لان دي المتاحه للطلاب الدوليين من خارج كندا. وبعدين بيقول لي هل انت عايز تقدم للمنحه، فبضغط على كلمه يس. لما بضغط على كلمه يس بيطلع لي سؤال تاني اللي هو بقى احط خطاب النيه. خطاب النيه ده بكتبه عشان اتكلم فيه ليه انا عايز اقدم في المنحه دي، واهم حاجه اكتبه بشكل احترافي وبشكل كويس. بعد كده حاجه اسمها الديكلاريشن. الديكلاريشن انك خلاص بقى فاهم الابلكيشن، اتعلم صح على كل الاشياء دي. بعدين حاجه اسمها التيرمز كونديشنز، بعدين بتقراها تمام، بتروح لاخر جزئيه الريفيو والسبميت للابلكيشن بتاعك، انك بقى بعد لما بتملى الابلكيشن بتاعك تمام بتراجع طبعا الابلكيشن قبل ما بتعمل له ارسال للمنحه. بعد لما بتراجع وبتاكد ان كل حاجه تمام بترسله للمنحه، وبكده بقى انت قدمت بنجاح. فانا شايف ان المنحه دي منحه ممتازه جدا، متاحه طبعا لجميع الدول التقديم عليها. كمان ما تنسوش خدماتنا الاضافيه، ممكن نساعدكم في التقديم على المنحه دي بشكل احترافي وعلى اي خدمه تانية انتم حابين تقدموا عليها. كده شرحنا كل التفاصيل، اتمنى التوفيق للجميع. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.